اللهم اجعل أمي عندك في روح وريحان، وأقبل عليها بوجهك وأنت راض عنها غير غضبان. اللهم يا كريم أكرمها، ويا غفار اغفر لها، ويا وهاب هب لها منك ثوابا عظيما. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا، وأسعد أمي كما أسعدتني كثيرا، وتقبل اللهم منها أعمالها صغيرها وكبيرها، واجعلها يا ربنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم زد أمي بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجعل يا ربنا قبرها روضة من رياض الجنة، ولا تجعله حفرة من حفر النار. اللهم افسح لها في قبرها مد بصرها، وافرش قبرها من فراش الجنة، ولا تخزها يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. واجعلها يا ربنا ممن جاءك بقلب سليم. اللهم يمن كتابها، ويسر حسابها، وثقل ميزانها، وثبتها على الصراط أقدامها، وأسكنها في أعلى الجنان برفقة النبي العدنان. اللهم اجعل في قبرها نورا، وعن يمينها نورا، ومن شمالها نورا، ومن فوقها نورا، ومن تحتها نورا، وابعثها يا ربنا إليك وهي مطمئنة. اللهم احشرها مع المتقين، وفي زمرة المقربين، ومن درجة الصابرين، وأدخلنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اغفر لها وارحمها، وعافها واعف عنها، وأكرم نزلها، ووسع مدخلها، واغسلها بالماء والثلج والبرد، ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إني أعوذ بك من قهر يؤلمها، ومن هم يحزنها، ومن فكر يقلقها، ومن شخص يحمل خبثا لها. اللهم إن كانت هموم الدنيا ضائقة في صدرها، فاقضها وازلها، واجعل أيامها فرحا، واجعل أيامها فرحا وسعادة. اللهم اجعلها غنية بك عن عبادك. اللهم لا تحرمها
واحرمها خير ما عندك بسوء ما عندها. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبها واغفر لها ما تقدم وما تأخر من ذنبها. اللهم أذقها صبرك وحلاوة حبك ولذة عبادتك، واستودعتك رب حياتها فاجعلها من سعادة إلى سعادة، واحفظ لها ما تخشى عليه.